إطار الاحتفالات بعيد الشرطة 70، نظمت وزارة الداخلية معرض عيد الشرطة 2022 بأكاديمية الشرطة بحضور ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة وإعلاميين وصحفيين ورياضيين وأسر الشهداء وضباط ممن أوفوا العطاء، إضافة إلى قيادات وممثلي قطاعات وزارة الداخلية. يا بلدي فاكر مش نديلك الجميل، غيرك عليا ولو عملت عشانك إيه؟ السهل ياللي وقفت جنب كل خير. بشكر السيد الرئيس والسيد وزير الداخلية على اهتمامهم بأسر الشهداء، ودايما ما بينسوناش في كل المناسبات. ما أحس إن أنا فزت ولادي وإن أنا ما فقدتش ابني. كلهم ولادي وكلهم بيسألوا علينا، والوزارة ما يعني ما بتسيبناش في أي مناسبة، الصراحة بيفتكرونا في كل المناسبات. وليا شرف وفرحة كبيرة قوي إني أبقى موجود في وسط ولاد بلدي اللي مسؤولين عن حمايتنا. ألف مبروك على العرس الجميل والاحتفالية الجميلة بعيد الشرطة، وكلنا لازم فعلا نحتفل ونساعد رجال الشرطة زي ما هما بيساعدونا وتعبانين معانا. قدمت للحضور عروض متنوعة منها ميدان الجبال والفروسية وعروض الكلابة، فضلا عن العروض الموسيقية. اصطفت في أرض طابور العرض المركبات والأجهزة والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الشرطية المتنوعة. على حسن الاستقبال وعلى العرض الرائع اللي اتعمل، حاجه مميزه جدا لاي حد، واي حد يتمنى انه يبقى موجود. السيارات الحديثه لقطاع الاحوال المدنيه التي تعمل كمراكز تكنولوجيه متنقله كانت حاضره في المعرض بتجهيزاتها المتطوره لاستخراج الاوراق الثبوتيه للمواطنين، حيث تدعم تلك السيارات خدمات الاحوال المدنيه في اي مكان على مستوى الجمهوريه خاصه المدن الجديده. كما ضم المعرض سيارات منافذ أمان لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، ومعرض لمنتجات قطاع الحماية المجتمعية الذي يضم منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. أجواء احتفالية سادت المعرض، حيث اعتلى الحضور مركبات الشرطة وشاهدوا التكنولوجيا المتطورة وتبادلوا الأحاديث مع رجال الشرطة وأثنوا على جهودهم وتضحياتهم لحفظ الأمن والاستقرار، كما التقطوا الصور التذكارية معهم. تحيا مصر عقيدة بها مؤمنين، تحيا مصر وفي على مر الزمان، شعبك يعيش كريم ويحس بأمان. وكلنا فرحانين، احنا جينا اكاديمية الشرطة ولعبنا وبسطنا كلنا مع الضباط. اتصورت مع الضباط، اتصورت معاهم وركبت الموتوسيكل وركبت العربيات، وكنت انا فرحان قوي يعني النهارده. مبسوطين جدا، كان يوم جميل قوي النهارده. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وهم طيبين، وبنحترمهم جدا وبنحبهم جدا، ويا رب يقويهم على المجهود الكبير اللي هم بيعملوه. الحفله نفسها مبهجه للناس، وبتبين قد ايه الشرطه بتعمل مجهود وبتحاول تتواصل مع كل فئات المجتمع. رجعنا للعهد وجبنا بثبات، عشان بلدنا احنا نعمل معجزات. بلدنا دي اللي لينا واغلى حاجه فينا، دينا بتلاقينا. ويعكس عرض التكنولوجيا الامنيه مدى التطور المتواصل الذي تشهده قطاعات وزاره الداخليه لتلبيه متطلبات العمل الامني بما يواكب تطلعات وامال المواطنين في وطن امن وخدمه حضاريه. على عهد بائي، على عهد بائي، عشانك يا مصر وتحيا مصر كل وقت وكل حين. تحيا مصر عقيده بيها مؤمنين، تحيا مصر وجدي على مر الزمان، شعبك يعيش كريم ويحس بأمان. كلهم طيبين وتحيا مصر. كل سنة وانتم طيبين وتحيا مصر. احنا شاطرين جدا وشعب طيبين. كل سنة وكل الشرطة طيبة، كريم حلوة قوي قوي.